واحد المرة صراحة اللي سايبة شي شوية وقلت غادي نعمل صداقة. واللي ما عندوش الدرية الله يفرحو يا ربي يا الحبيب. امين امين يا رب الحبيب. نعم هذا اهداء خاص من طرف مسكين دار وسعيده. اختي فاطمه كنتمنوا لك الشفاء ان شاء الله. الله يحفظك من وليداتك والزوج ديالك. اللهم يا من شفيت ايوب وكشفت لنا ضر يعقوب. اللهم يا من شفيت ايوب وكشفت لنا ضر. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. علاش كتوقف؟ علاش؟ غنهضرو مع بعضيتنا. انت كتسبقني في الهضره ماشي مشكل بحال بحال. المهم خوت تبارك الله عليكم كلشي بخير الاحوال طيبه عواشركم مبروكه. المهم خوت كيف ما شفتوا في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات المهم كتطبق الهضره ياك؟ دابا عرفت انا عندي واحد الراجل خصو يهضر بلا كاميرا. هذا هو المشكل اللي عندنا. الله يخلي في وجهنا الحشم ويخلينا كاملين. والله العظيم بلا كاميرا شي حاجه فريده من نوعها. بلا كاميرا يويو. وغير كنطلق له الكاميرا كيتكمش الراجل. الراجل. شو ديك الكمية بدات كتمشي وتجي عام. شوف عرفتوا كان الهوا. انا عدلة. وقف. انا نخرجوا سطا. كنا نخرجوا سطا حنا دريه. حنا دريه. الجنبيه هنا بدات كطقطق زعما اش غادي نقول لكم لا اله الا الله وصافي. المهم خوتي شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق المزيونه ديالكم اللي خطيكم علينا. بغينا زعما نخرجكم من هاد الدراسه زعما نفوجوكم شويه من الدار للدار للدار. الجو دابا عاد مزيان خوتي جيج نخرجوا بعدا نعملوا ديك الفيديو على على برا نعملوا شي في الدار. هو يبدا الريحه وبدا الريح كيسوق. المهم غادي تسمعوا الصداع وهادي بحق ماشي مشكل. ها هو بدا الغربي. والله الا هذا حنا كنقولوا له الغربي. المهم خوت ما نطولوش عليكم. كيف ما شفتوا واحد البركه عندنا هنايا خصكم تعرفوا علاش وشنو هي المناسبه باش عملنا ديك الذبيحه وعرضنا على العائله وجرينا الدم. فينا نقول لهم يلا كيقدمني انا نقول لهم نقول لهم. المهم بصراحه خوتي كنبغي واحد الحاجه كنبغي نشكركم كاملين كاملين واخا كلمه الشكر قليله في الحلقه ديالكم. انت نبتي ملي كتزورها اوال هذا الوالي طلع الشيخ ديالي مسكين عاد قطع قطعهم ودار رزقهم ودار البركه ديالو حتى هو. المهم اخوت باش غير تعرفوا شنو كاين كيما شفتوا هاد المرطه هادي اللي دوزت الحمد لله حتى شي واحد ما كيقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. اللهم عليك الحمد لله الحمد لله. دازت واحد المرطه صراحه اللي صعيبه شي شويه وقلت غادي نعمل صداقه. وصافي جات ديك الفرصه سبحان الله ديك الكتيبه وشريناها على نيه غادي نعملوا صداقه. ايوا اش غادي نقول لكم في الاخر فكرنا انا ومحمد. المهم واحد داتو حنان ديالها وواحد عطيناه لماما هاد محمد وبقاو لنا جوج. قلت له اللي غادي نعملوا صداقه وهذه انا نخرجوا هاد اللحم هيدا يعني نخرجوا عايده غادي يكون غادي تكون حسن وغادي تكون صداقه حسن من مجموعه. حنا العائله ديما كنتجمعوا ماشي مشكل نعدلوا شي حاجه مع بعضنا. انا معنا كلشي هاد اللحم كامله بالحق. تبارك الله هنا الخير والبركه والعيد ما باقي له والو. قلت له حسن ما نعملوا صداقه هايده. وانا فكرت زعما نعدلوا الطعام باللحم ولا شي حاجه ونصدقوا الجماع صدقوا الجيران. قال لي عرفتي شنو صدقوا هايده خضره في سبيل الله احسن غادي نقطعوها ونعملوا البركه. المهم شي خمسه سته سبعه عشره الناس اللي قسم الله ان شاء الله يا ربي. المهم كي جوج كيلو ولا جوج كيلو ونص ولا كيلو المهم اللي عطى الله اللي عطى الله نفرقوه. كاين ناس كنعرفوهم المهم هكا كاين الناس اللي واقفه الله يحسن العون زعما صراحه عائلتنا الناس اللي نعطيوهم حتى في عائلتنا دايزه واش حنا عائله مرفحين ولا حتى حنا دايزه فينا صداقه المقربين او المقربين اللي كتبت له شي حاجه غادي توصلوا ان شاء الله يا ربي. شو محمد ما تقطعوش لا زعما ما تقطعوش بزاف زعما غتخلي ديك الطروفه كبارين فهمتي بحال هادوما هادو ما عندك ما تقطع فهادو فهمتي هادو هيدا يبقاو فهمتي تبارك الله هيدا يعني الطروفه هادوما هيدا
هادي بقاو احسن خصو يتقطعوا صافي ايوا خصو يتقطع غادي نقطعوا ايوا صافي هادشي اللي كاين غنخليو شي حاجه اللي قليله لينا غنذوقوا منه صافي وصافي نقيسوا حنا غير غادي نقيسوا صافي انا ما نكذبش عليكم انا اللحم ما عنديش معاه سبحان الله انا كيعجبني الحوت الحوت ارى ما عندك الحوت قليل قليل فين كيتشاها اللحم والله قليل الا كان شي لحم عداد المعاز ولا الا تشهيتها شي مره فسي واش غادي نقول لكم كون زعما عوال هاد العيد ما كاين غير الطنجيات وما كاين غير شنو اسمه شنو هذا العنقرة والمروزية المهم زعما صراحة عوال نشارك معكم شي هوات ايوا ساعة الحمد لله خوتي ما يكون غير ما يكتب انتوما كتشوفوا الطبيب زول لي المراق زول لي لدان كامل اي حاجه كتتعلق فيها لدان قال لي ما ننصحكش بها ايوا الحمد لله كل شيء لله سبحانه وتعالى كنحمدوه وكنشكروا اللهم لك الحمد ايوا المعلم ومربع لي مع راسك بارك الله ها الحيمة تبارك الله فيهم والله فيهم اللحم الجو تقلب سبحان الله العادي الريح الغربي شنو انت لك هادو اسمع على جوج وصافي هاد ديما يا ويا شوف هادو ما حصلو غير صدفة شبا الله يحفظكم ديما يا ويا كيف انتم مزيانين واجيو لعندنا مرحبا بكم مرحبا بكم وصلتوا يلا طلعوا تجلسوا معانا يلا اجي يلا نفتح لكم المهم متتبعين جازو في الشارع وسمعناهم كيقولوا ديما هي ويا وديما هي ويا قالك خصو يتصوروا معانا غادي نمشيو نتصوروا تحية ليهم احلى متتبعين عندنا انا ود نفتح له قلت لهم يلا طلعوا لعندنا زيدوا مرحبا بكم يلا يلا تسنى هنا ساعة نوقف يلا كذا ديالنا ها هما هادو صغارين وخايبان عادي تبان معايا ها؟ نعم نشوف اسكم هادو كبار ديما يا ويا عاودوها ديما يا ويا شكرا السلام عليكم الله يسامح مرحبا بكم والف مرحبا الله يسامح شكرا عندي مرحبا بكم مبلغ هما شاعوا في الدرد عزيزاهم سلامة شكرا البركة اللي حضرت الله يجعلها في ميزان الحسنة امين الله يجعلها صدقة مقبولة ويحيد علينا بها بلا والباس ان شاء الله يا سيدي امين يا ربي امين الجميع ان شاء الله قولوا لنا واش هذه فكره مزيانه ولا احسن كنهضر مع المتتبعين ديالنا قلت لهم قولوا لنا زعما واش هيدا فكره احسن مزيانه ولا كنا نعملوا صدقه احسن المهم هذه صدقه انا شادي شنو ماشي صدقه المهم الاخوان حتى انا هنا وغادي نقول لكم السلام عليكم دعيو معنا غير دعيو معنا تبارك الله الله يسهل علينا وعليكم انتم اللي فيا ديالو امين يا ربي امين الله يسهل ديالنا كاملين واللي
اللي مريض الله يشافيه واللي كيتمنى شي حاجه ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى الله يرزقه بها، واللي ما عندوش الدريه الله يفرحوا يا ربي يا الحبيب امين امين يا ربي الحبيب امين. الله يسهل عليكم كاملين اخوتنا، الله يسهل عليكم. غادي نخليكم مع هذه الاجواء الصامته اللي عندنا هنايا اللي كنعيشوها. اداء اداء خاص من طرف موسيقى دارو سعيدة. اختي فاطمه كنتمنى لك الشفاء ان شاء الله، الله يحفظك من وليداتك والزوج. الله يا من شفيت اين وكشفت لنا ضر يعقوب، اللهم اشفي كل مريض، اللهم انت المستجيب، اللهم اشفي كل مريض، اللهم انت المستجيب. اداء خاص من طرف مسجد دارو سعيده. اختي فاطمه كنتمنى لك الشفاء ان